هذا واحتفلت قوات الرد السريع بانتهاء مهامها القتالية في الموصل القديمة. وتأتي تلك الاحتفالات عقب إكمال قوات الرد السريع السيطرة على مناطق باب الطوب وسيرج خانة وسوق الصياغ وشارع خالد بن الوليد وشارع النجفي. حقيقة أبطال الرد السريع اليوم أنهوا آخر معقل الإرهاب في المدينة القديمة، وانتهى إن شاء الله اليوم على يد أبطال الرد السريع اللواء الأول يحتفل الآن بإنهاء مهمته تماما، وإن شاء الله العراقيين والأطفال والنساء تعود المنازل آمنة، وإن شاء الله حقيقة هاي الفرحة ما أجت اقتباطا ولكن أجت التضحيات، أجت بدماء شهدائنا بدماء جرحانا، الجرحى اللي لحد الان تنزف دماء بارض المعركه، والحمد لله رب العالمين، ان شاء الله العراق من افراح الى افراح.